السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ترند جديد وكل يوم ترند. الفنان محمد صبحي يرفض منصب وزير الثقافة ويقول يحرمني من دوري كفنان. ألف مرة ومئة مرة الفنان محمد صبحي قالها كذا مرة، ولكن أنا بس دخلت على الترند لقيت محمد صبحي الفنان فارس المسرح العربي يقولها لآخر مرة كدوري كمنصب وزير للثقافة هيحرمني أكون فنان. وإحنا أستاذ محمد صبحي مش عايزينك وزير ثقافة، إحنا عايزينك تربية وتعليم. حضرتك ربيتنا وعلمتنا بما فيه الكفاية. ربنا معاك يا أستاذ محمد صبحي، ومنساش ترند جديد وكل يوم ترند مع الفنان محمد صبحي.